متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. كاين مجموعة تاع الجمعيات الرياضية والاجتماعية على الصعيد الوطني، ولكن هذه الجمعيات الرياضية والاجتماعية تتساهم في النقاش العمومي، خاصة في القضايا اللي تتفجر مرة على المستوى الوطني. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف سي جمال أناس، هو ناطق رسمي باسم جمعية محبي الوداد والرجاء أخضر أحمر أو أحمر أخضر، من أجل مناقشة هذه القضية خاصة بعد القضية اللي تفجرت قبل أيام متعلقة بالهروب الجماعي إلى مدينة سبتة. سي جمال مرحبا بك. مرحبا. سي جمال، أنتم كجمعية تتمثلوا يعني فريقين كبيرين على المستوى الوطني، واش الحضور ديالكم عندو علاقة دائما بالجانب الرياضي ولا تشمل نطاقات ومجالات أخرى؟ بالطبع حنا كمواطنين أولا ما غاديش تغيب علينا القضية الوطنية العادلة كقضية الصحراء المغربية، وتنحاولوا أننا تحنا ندلو بالدلو ديالنا في القضية الوطنية. فلهذا بحال هذا المشكل اللي انفجر مؤخرا، واخا هو ماشي مشكل جديد، هو تنعرفوا أن الهجرة إلى أوروبا بشتى الوسائل بعدة يعني وسائل المتاحة للناس اللي تبغوا يهاجروا، كنا دائما كجمعويين في قلب الحدث، دائما في قلب الحدث. فلهذا تنظن بان هذا المشكل ديال اللي انفجر مؤخرا ديال الهجره الجماعيه ماشي مشكل جديد، هو مشكل قديم، هو قديم لان من سنوات السبعينات، وحنا تنعرفوا لان بعض الناس يديروا محاولات للهجره الى اوروبا بوسائل غير قانونيه. فلهذا تنظن بان العمل الجمعوي هو لصيق وعنده علاقه وطيده وعنده علاقه جدليه مع بهذا المشكل. قلت بان قضيه الحريق هي ماشي قضيه جديده، وهذا صحيح، ولكن نسبه او العدد الكبير تاع الشباب اللي مشاو في هذا الهروب الجماعي هي اللي كانت مفاجئه بالنسبه للبعض. وتنظن ما تكونش مفاجئه، لان غالبا اني ما تكونش عندك واحد نظره ثاقبه للاشياء، وما تكونش عندك واحد طريقه ديال تحليل الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه كشاب. فالهدف الوحيد هو انك تقول تتقلب على الحل الوحيد والسهل، هو الهروب الى اوروبا، رغم ان في اوروبا راه ماشي 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 هو الحل، لان هو في هذا البلد الاوروبي ولا كايطاليا ولا كفرنسا ولا كهولندا ولا راه حتى هما عندهم جيوش من البطاله، جيوش من الشباب عاطلين لا يجدون الشغل. وحتى ولو انك تتقلب على انك تهاجر باش تلقى واحد الحل للمشاكل الاقتصاديه ديالك، فتنظر الحل راه ما كاينش في اوروبا، الحل راه عندك في بلادك. فلهذا تنظن بان الشباب اللي تيحاول انه يمشي يقلب على الحل للمشاكل ديالو الاقتصاديه، فتنظن الحلول راه كاين، والدليل على ذلك بعض الافارقه اللي تيعتبروا عابر سبيل، حتى هما عندهم واحد محطه عبور، حتى يعتبروا المغرب محطه عبور، فتفاجئوا لقوا بان الحلول للمشاكل الاقتصاديه ديالهم كاينه في البلاد هنا، كاينه في المغرب. فلهذا تنظن بان انا في نظري انتم كجمعيات الوجود ديالكم مرهون بواحد القضيه، هو تاطير اولا هذا الشباب هذا، ثانيا خلق الامل اللي تتحدث عليه. شنو هو الدور ديالكم في هذا الاطار؟ وحنا قبل ما نكونوا حنا الجمعيات ديال الرياضيه اللي يعني كنا تنحاولوا ناطروا الشباب، الوقت اللي كانت تتاح لنا الفرصه ان ندخلوا في واحد الحوار مباشر مع الجماهير الرياضيه البيضاويه ولا على مع الجماهير الرياضيه المغربيه، تنظن بان الدور الاول اللي خص اللي الدور اللي يعني المؤسسات السياسيه الاولى اللي عندها اللي عاتقه انها تلقى الحلول هي الاحزاب. الاحزاب هي بمنأى تتاخذ الدعم من اجل الغرض، تتاخذ الدعم، وهي بمنأى على المشاكل ديال الشباب. وثانيا مراكز الشباب اللي اصبحت يعني فارغه، ودور الشباب اللي كنا احنا
في سنوات السبعينات والثمانينات كنا نحاولوا ان يكون جميع الانشطه ديالنا فيها. دابا تنشوفوا بان دور الشباب فارغه، ليس فيها شباب ولا انشطه رياضيه ولا انشطه شبابيه ولا انشطه ثقافيه. وهذا من ضمن المشاكل ومن ضمن الاشياء اللي تتخلي ان الشباب يعني تيكفر وتي يعني تيتقلق من الاوضاع ساج. وزياده على هذا فتنظن بان بالنسبه للتعامل ديال الاحزاب المغربيه مع الشباب ومع الساكنه ومع المواطن المغربي اللي اصبحت تعتبره كورقه انتخابيه، يعني ملي تيسالي الوقت ديالو يعني ما تيبقاش يتعامل معاه. البعض تيربط هذه القضيه تاع الهروب الجماعي بغياب ذاك الحلم بالنسبه للشباب، الحلم من اجل تغيير هذا الواقع، الحلم من اجل تغيير الواقع ديالو هو الشخصي. واش تتفق مع هذا الراي؟ اولا كما قلت لك في المره الاولى، هذه القضيه ديال الهجره ماشي شي قضيه اللي جديده على المجتمع المغربي ولا جديده على العائلات المغربيه. هي قضيه يعني ازليه وقديمه، ولكن اللي ركبوا عليها بعد انفجارات ديال القضيه ديال ابراهيم غالي اللي استحضنته اسبانيا، واللي يعني بعض الدول المجاوره لنا تتحاول ان النيل ديالنا من القضيه ديالنا العادله هي القضيه الصحراء المغربيه. وبالنسبه للمنطقه كمنطقه جيوسياسيه تنظن بان ضروري ان هذه الورقه ديال الهجره غيركبوا عليها الناس اللي ما تيبغيوش الخير لهذه البلاد. فتنظن بان المغرب جا في واحد المنطقه اللي هي منطقه يعني تتعطيك بان في المستقبل غتكون منطقه متنازع عليها بكثره، نظرا لان المغرب دابا حاليا هو واحد البلد اللي ولا تيشكل واحد القوه اقليميه من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياسيه ومن الناحيه الاجتماعيه. تنظن بان اسبانيا ما يمكنش ليها تبغي بان المغرب يكون واحد القوه اقتصاديه واحد القوه اقليميه. اسمح لي الا خرجت شويه على الموضوع، ولكن ضروري كان خصنا نعطيو بعض الاشارات الجيوسياسيه والماكرو اقتصاديه لهذه القضيه. تنظر بان البناء ديال بناء ديال الناظور وبناء ديال طنجة ميد والمناورات المقبله اللي غديرها القوه ديال الولايات المتحده الامريكيه بالتنسيق مع المملكه المغربيه، هذه مسائل كلها تعجب الاسبان. ما غاديش تعجب اسبانيا، وهذه كلها مسائل اللي شكون اللي موراها هي الجاره ديالنا الجزائر، وهذه مسائل تتمول باموال ديال الشعب الجزائري اللي نكن له كل الاحترام وكل التقدير. فتنظن بان كما نرجع شويه للموضوع ونقول لك بان هذه القضيه ديال الهجره ماشي قضيه جديده. يعني بغيت تقول المؤامرات اللي تدار المغرب هي من قبل الجاره الجزائر. من قبل الجاره الجزائر ومن قبل الجاره الاسبانيا، وكاين واحد البلد اللي كنا تنتعاملوا معه تا هو خصو المغرب القديمه تحت الصباط، ما يجيش ما يهزش الراس، لان ما تسلطتش لهم وما استوعبوش بان المغرب يولي واحد القوه اقتصاديه واحد القوه سياسيه ويقول واحد القوه اللي يعني عندها ميزان القوى، عندها ميزان التعاملات وعندها ميزان التصورات المستقبليه والانيه. فلهذا هذه كلها عوامل جعلت ان هذه القضيه ديال الهجره وهذه القضيه ديال نزوح الشباب المغاربه والافارقه انها تنفجر في هذا الوقت. فتنظن بان كون ما كانتش هذه القضيه ديال هاد الناس الجيران اللي دايرين بينا واللي تيحاولوا انهم النيل وما عمرهم غادي يقدروا باش ينيلوا من
من المغرب، لأن المغرب قوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة يعني إقليمية جاية إن شاء الله بثبات ومستقبلها. رجعوا للجمعية اللي أنت الناطق الرسمي ديالها أحمر وأخضر، كان الهدف ديالكم هو توحيد الرؤى ما بين الجماهير وبأن نبدا داك التعصب ونبدا نجحنا في هذا الشيء واحد الوقت. واش نجحتوا؟ هذا هو السؤال ديالي. ملاحظوا أن باقي هذاك التنابز سواء على المستوى المواقع التواصل الاجتماعي، هذاك الصراع، هذاك الشد اللي ينقطع عليك، ما قدرتوش تحققوا واحد ائتلاف ما بين لا دابا دابا هاد التنابز على مستوى ديال لي فيسبوك وديال اليوتيوب وهذا الشيء ديال هذه بالنسبه لي انايا ما حدا ما تتخدخش الحياء ديال العائلات المغربيه، فما مزيان يعني الراي والراي الاخر، ولكن يكون في واحد واحد الحدود وفي واحد النطاق ديال احترام احترام المتبادل. هذه غير لما هي الا لعبه رياضيه، وحنا فروق ديال مدينه الدار البيضاء، وضروري غنك غتلقى واحد ليليمون اللي واحد العامل ولا واحد الانسان اللي يعني خارج السطر، اخاك يخرج السطر ويعني تخرج على اطار المألوف ولا اطار القانوني والمتاح به. فلهذا تنظن بان وحتى دابا حاليا دابا حنا كجمعيات اللي تنخضعوا للقانون ديال 58 منظم الجمعيات، راه شكون اللي راه ماشي 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 دابا حنا اللي عندنا المشكل. المشكل راه عند لي زيلترا، ولي زيلترا ما عندهمش صفه قانونيه لانهم غير منظمين وغير مهمكلين ولا يقعون تحت القانون المنظم للجمعيات. وهذا وهاد لي زيلترا راه ما خصناش نبخسوا سميتو هما اللي عندهم حضور دابا قوي، حضور قوي، وهما اللي استطاعوا انهم بدوك الاهاجيج ودوك التعاملات ديالهم مع المقابله في الحرم الرياضي، في الحرم في الملعب، في الملعب، انهم يعطيو واحد النكهه ويعطيو واحد القوه للمقابله من خلال ديك الاهاجيز. كان اللي خصهم ان يحاولوا انهم يهيكلوا راسهم ويكونوا منظمين يعني الملاحظ هو ان طال الغياب تاع الجماهير على مستوى الملاعب. هناك الان بعض الاصوات اللي تقول صافي خاص الجمهور يرجع للملعب ولو باتخاذ هذوك الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه. انا غير 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 متفق، ويسمحوا لي لي زيلترا ويسمحوا لي الجماهير، حاليا غير متفق بان الجماهير يرجعوا للجمهور، لان ما لحد الان وصلنا لواحد 6 ولا 7 ديال الملايين ديال الناس اللي داروا التلقيح الاولي ولا التلقيح الاول والثاني، وتنظن بان الاختلاط ماشي في الصالح ديالنا. يجب على الدوله ان تحمل شويه الاعباء ديال المصاريف ديال الفرق، لانهم تعانيوا ماديا. تنظن بان يعني السعي من اجل ان الفرق المغربيه تتحول الى شركات رياضيه هدف منشود، وتنظن هدف الى الوقت اللي غنوصلوا ليه غادي يوليو الفرق المغربيه يعني مستقله ماديا، ويوليو المداخل ديال الجماهير هي مداخل يعني غادي تمشي في واحد الاتجاه اخر، ما غاديش تمشي في الاتجاه انها تولي الفرق تسير بالمداخل الماديه ديال الفرق. وتنظن ما تفوتنيش المناسبه ديال هاد انكم اعطيتوني الشرف انني نتكلم، انني نقول بان القضيه ديال الحدود المغربيه، أن الشباب اللي نزح مؤخرا السبتة والمليلية المغربيتين راه هو مشاش لأوروبا، راه مشى لبلادو، باعتبار أن السبتة ومليلية راه مدينتين مغربيتين. وتنظن بأن نطرحوا السؤال دابا، واش إسبانيا واش هي إفريقية ولا أوروبية؟ ما يمكنش أن بلد تنقز البحر وتيجي يحتل واحد جوج المدن اللي هما السبتة ومليلية. واش السؤال المطروح دابا على من غنحسبوا اسبانيا، واش نحسبوها واش هي بلد افريقي ولا بلد اوروبي بالتوازن ديالها
في افريقيا والتوازن ديالها في اوروبا. هذا السؤال هو اللي تطرح دابا. تنظن بان الوضع قابل للانفجار في الايام ولا في الاشهر يعني المستقبليه، لان دابا تنظن بان جا الوقت باش اننا وانا كفاعل جمعوي باش تنضم صوتي للصوت ديال البلد ديالي اللي هو المغرب، المملكه المغربيه. تنظن بان حان الوقت باننا نحرروا هاد جوج ديال المدن، وبان الحدود الحقيقيه ديال المغرب راهي ما وراء جبل طارق، ماشي 14 كيلومتر من البحر لهنا. شكرا سي جمال، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.